نعم سجاد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أحمد والدي كان عندي تكتك. عندك إيش؟ عندي تكتك أشتغل بيه. تكتك نعم. والبارحة يعني بديت كروة ومشيت وما أدري مسافة بعيدة وباريت وراء لقيت لي علاقة فيها لحن يعني تقريبا كيلو ونص كيلو وين يعني شنو هاي هم حلال يعني. اللحم يعني نزلت جماعة ركاب يعني عبرية وناسين اللحم في التوك توك وانت بعيد عنهم. اقول ما قدرت ترجع سجاد ما قدرت ترجع المنطقة شوية مثلا؟ لا مو هي نزلوا يعني يكثر ما يسمون وراح يعني ما نزلت بالبيت عشان ارجع. واضح يعني ما رحت للمنطقة شوية توقف بل كتير رجعون كذا ما رحت بعيد مسافة بعيدة كلش. خير شو مشكور يا سجاد حبيبي مشكور. سجاد صاحب توك توك يقول سيدنا أنا على حال عندي عبرية عندي ناس ركبوا معاي وصلتهم إلى مكان ونزلوا وراحوا وأنا هم طلعت منطقة بعيدة وشفت أنه تركوا على حال أكياس فيها لحم كانوا مسوقين مساكين ونسوا اللحم في التوك توك. يقول سيدنا شنو اللي اسوي؟ كان المفروض سجاد يرجع الى المنطقه يوقف فد ربع ساعه هالشكل كان يطلعون يعني كان يطلعون يشوفون وين ابو التوك توك موجود لو لا حتى ياخذون لحمتهم بس للاسف الاخ سجاد ما سوى ما رجع. سجاد هذا اللحم تصدق به عنهم اعطيه للفقراء عنهم عن صاحب اللحم اعطي ليش؟ لانه يفسد هذا يخرب فتصدق به عن صاحبه. واضح سجاد بابا؟ جيد. يقول سيد سجاد انا فقير سيدنا اذا انت فقير ما في اشكال اذا انت واقعا فقير ايضا اكل هذا اللحم نيابه عن هذا تجعله صدقه ما في مشكله. نعم متصل. ام حازم تفضلي. ام حازم عفوا سؤالك من البدايه. سؤالي حزينة قبل لا يتوفى سيد سان رحنا للمقبرة ورمم قبل أبوه وأخوه وبقى عليه 1000 دينار بال99 99؟ بال99 سيد نعم. أي 1000 دينار أي وهسه هو توفيت مرض وراحت عيونه اسم الله عليك سيد وظل 1000 دينار ما أدري هسه 1000 دينار شلون يعني قد في الوقت منو بذمت المن بذمت المن هالالف دينار بذمت للدفان للدفان سيد الدفان موجود؟ لا لا ما موجود ما نعرفه من 99 ما تدرون الدفان وينه؟ اي ما ادري بالدفان الدفان وهو مفقود. نعم. زين خير ان شاء الله الله يرحمهم جميعا ان شاء الله. نعم أم حازم تقول إحنا قبل سنة 1999 يعني 24 سنة قبل أو 34 سنة قبل توفى والدهم ودفنوه ولكن الدفان بقي بذمتهم 1000 دينار والدفان ما موجود ما يدرون وينه شو يسوون حجية مقدار 1000 دينار في ذاك الوقت شقيت كان شقيت كان على أي حال تقدري يعني تقدري ما أدري بالذهب 1000 دينار ذهب شقيت كان مثلا بالنص يعني مثلا 1000 دينار كان مثقالين ذهب مثلا مثقالين ذهب أنت تعطين مثقال واحد صدقة عن صاحب عن ذلك الدفان تنطين صدقة عن ذلك الدفان صدقة نيابة عنه إذا ما حصلت أهل الدفان. واضح؟ سيد موسى تفضل. يا ابن نعم بالصلاة ما اقدر اوقف قلبي يوقف وكتب ما يعينني عند الصلاة لا يعني وقوفك في الصلاة يصير عندك اضطراب في القلب يعني اي والله القلب يوقف وكتب ما يعينني فتصلي من جلوس بلي اصلي لك جلوس راح اجاوبك شكرا سيد موسى راح اجاوبك عافاك الله عافاك الله. سيد موسى يقول عند الصلاة لا اطيق الوقوف فان قلبي يخفق عند مشكلة في القلب يقول ما اقدر اوقف فسيدنا اذا واقع الحال ما تستطيع ان تقف للصلاة فاجلس على الكرسي وصلي على الكرسي
وإذا تشوف أن الوقوف يأذيك بينك ما بين الله صلي على الكرسي ولا إشكال في صلاتك على الكرسي أو على الأرض. نعم أبو حسن تفضل. نعم أبو حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ابن عمي قاعد بالآجار. إيه. وعنده بيت كمله. نعم. ابن عمي قاعد بالآجار وعنده بيت وكملاه. بني. هسه شهر محرم. يقول أرد أدير أحط البيت الجديد. يجوز لو ما يجوز شيء شهر محرم الصفر. هل يجوز الانتقال إلى الدار الجديدة؟ واضح يا أبو حسين. واضح حياك الله. أبو حسن يقول ابن عمي جالس بالإيجار وعند بيت أكمل بناءه ويريد أن ينتقل إلى البيت الجديد، هل يجوز ذلك في أيام محرمة صفر؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك أن ينتقل إلى بيت جديد، ما في إشكال. الله يبارك في بيته. طبعا لما واحد يروح بيت جديد ما يروح مظاهر فرح ورقص وكذا، لا، يروحون ويدون آية الكرسي، يخلون القرآن، وعلى حال يقرون دعاء حديث الكساء وتباركون في جيد، لا بأس. الله يبارك إن شاء الله ويرزق جميع المؤمنين اللي ما عندهم بيت بيت طيب إن شاء الله تعالى واسع. نعم.